مرة ثانية أهلا وسهلا بالحضور الكرام. إذا كان الحق للفارس أن يمتطي جواده بزهو وتبختر ويستل سيفه بأريحة لكي يرينا مهاراته وجولاته، غدا من الواجب أن يعتلي فارس الكلمة وسابر بحر الثقافة العربية وأديبها المميز البروفيسور الدكتور عبد الإله الصائر لهذه المنصة لكي يحفر ويرصف بآليته المعرفية كتاب فوبيا المقدس مع الدكتور والأستاذ الفذ صديقي عبد الإله الصائر. تفضل. أن أقول انطباعاتي في كاتب متميز على الأقل لو نظرنا نظرة دقيقة إلى الجالية العرب إسلامية في ميشيغان لوجدنا شحة في الأسماء التي تضارع المفكر مصطفى العمر. هكذا أنا أنظر إليه وأنحني لمن يخالفني في الرأي. أيها الأعزاء، المحاضرة أو المقالة التي أريد أن أتحدث عنها هي عبارة عن 6 صفحات من هذا الحجم، ولكن أطمئن قد أقرأ من 6 صفحات. العزيزات الأعزاء، 6 صفحات فول سكوب، ولكنني قد أقرأ صفحة أو 6 أسطر. هذه واحدة. الثانية حتى لا أنسى، أولا أشكركم لتجشمكم أنا المجيء إلى هذه الاحتفالية المتميزة. ثانيا أحيي ولا أقول أشكر، أحيي الصديقين اللذين نهدا بهذه الاحتفالية وهما الصديق زهير عبد الحق وأخرت سمير لغاية في نفس يعقوب. يقول عبد الله الصايغ هو الوحيد الذي يسميني سمير حنا حداد، والآخرون يقولون سمير حداد. فإذا داخله كتاب آخر قال بالقسيه، إنني وجدت الكتابين متداخلين متعاشقين. يعني من الصعوبة أن تفصل الأصابع هنا عن الأصابع هنا دون رحمة، معناها تقطع. فالكتابان يتحدثان عن موضوع واحد، إشكالية الدين في أنمطة، في خلق نمطية. الإشكالية هي تدلنا عليها، لا تحتاج إلى شرح. والفوبيا هي أم الإشكاليات،
فنحن إذن من البدء نلاحظ تماهي العنوانين فوبيا المقدس وإشكالية الدين. فالفوبيا نوع من الخوف ربما يصاحبه أحيانا، نوع من القيء، نوع من الإغماء، وقد تكون أسباب الفوبيا nothing، يعني إنسان يخشى من شيء ويكتشف في الأخير بعد 20 سنة أن هذا الشيء غير موجود. فمن يدفع ثمن هذا الخوف والرعب والذعر والرهاب؟ المقدس يعني به ربما المؤلف يعني به الموروث، يعني به الأشكال التي ورثناها للديانات الإبراهيمية، يعني به أن المجتمع سعيد بخيبته، فرح بجهالته. فمن ذا الذي يقف أمام هذا المجتمع ويقول له هذا المقدس إذا وضعته تحت الميكروسكوب قد لا يكون مقدس، قد يكون منجس؟ انظر لساعتك يا أستاذ سمير، أنا مثل دول بالتلفزيون مشتغل، أنا 16 سنة بالتلفزيون، بس يأشر للمخرج والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، لأن وضعت كل الهموم في البداية. الكتاب فيه جرأة كما زعمت، والجرأة تحتاج إلى أدب، ولهذا أقول مطمئنا أن الكتابين فيهما دروس في الأدب. على سبيل المثال كتاب الأخضر، الأخضر العفيف، مو أو العفيف الأخضر، اللي هو محمد من الإيمان إلى التاريخ، وهذا الكتاب مؤلفه محامي تونسي، وقال فيه أشياء نتمنى نحن المتنورين كما نزعم أن نقولها، ولكن مصطفى العبري يقول للمؤلف بشكل مباشر أو غير مباشر، يقول له أنا متفق معك، ولكن طريقتك في التحدث عن محمد طريقة فيها إشكال، يعني تقول أن أمه أن أباه مات وكذا، وأن أمه تركته أت خديجة، وأنه كذا، يعني بما يعني يجاهر بالرأي أن محمد مثلا مصاب بمرض نفسي. يقول له يعني أنت تقدر تقول هذا الكلام بطريقة أخرى، ما بالضرورة أنك أنت تجرح، لأن الرائد لا يجرح. وما زلنا وصلنا إلى الرائد لا يجرح فلأتوقف قليلا. يقول على ذكره قد عن لي غير ذكره، فلا عجب والشيء بالشيء يذكر. الكتاب الثاني والكتاب الأول أطروحة في الأدب، ما أحوجنا نحن إلى أدب الخطاب،
أدب التقارب. يعني أنا أحب الدكتور شاكر كوركيز، فهناك أدب للمحبة. يعني مو يعني نجيب الكلام كله وندثره بالسلة، هنالك أدب للاختلاف. يعني أنا عندي خصم، كيف أختلف معه بالأدب الذي يتطلبه العلماء؟ لن تجد أخلاقا بعمق أخلاق العلماء. العالم لا يقول تعلمت الأخلاق من الدين أو من المجتمع، ولا يدري العالم أنه خلوق، ولكن العلم أخلاق. ولذلك إذا أردنا أن ننقذ مجتمعنا مما حاق به من أورام وأوهام وخرافات، فليس لنا غير أن نكون على أدب، لأنك تخاطب إنسان تريد أن تكسبه، ولست مخاطبا الإنسان الذي تريد أن تفقده. الرائد المصلح يريد أن يكسب، فأنا إذا أستفز وأجرح راح أهرب الناس كلها من حولي. فهذه ملاحظات على السطح كما يقال. كان المؤلف في الكتابين يتمنى قبالة التصادم الشرس، لأن التصادم قسمان: تصادم الديالكتيك يعني الضد والضد، وهذا غالبا ما يقول هيدغر، يقول هذا التصادم حالة ويا حالة تنتج حالة ثالثة هي المطلوبة، ولله دره. يعني أنت وخصمك، هاي الخصومة تنتج حالة ثالثة هي المطلوبة، فلابد من أن نتعلم طريقة الاختلاف وطريقة الائتلاف وطريقة البين التي تسمى الرمادي، ولكن بأدب الفلاسفة وأدب العلماء. أنا قلت الفلسفة، نعم الفلسفة. الكتابان قائمان على رؤية فلسفية. أستاذ سمير أستحلفك، نبهني بس يشدني، أستحلفك. تريد أقوم من الآن؟ كيفك؟ ثلاث دقائق معلش. أنا راح أسوي دقيقة بس. الكتابان مبنيان على رؤية فلسفية، والرؤية الفلسفية تبدأ بسؤال، الحضارة تبدأ بسؤال، وبعد السؤال المشاكسة. المشاكسة بتعبير مصطفى العمري تخلق حالة من الاهتزاز، تخلق صدمة، وهي المطلوبة في نقل المجتمع الكسلان من حالة الكسل إلى حالة الحيوية. الحقيقة الكلام كثير، سأنشر هذه إن شاء الله ربما غدا أو بعد غد، ولكم أن تقرأوا تفاصيل، لأن ما كل ما يعرف يقال. وردة 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 لكل الجالسين.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.